إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بفيروس كورونا وأربع زلازل تضرب منطقة الخليج في أقل من 24 ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الخميس إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون ما أعراض تذكر، حسب ما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وقال الدكتور الحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك وفق بيان للديوان الملكي إن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام. كثرة الزلازل والهرج والمرج من علامات الساعة الصغرى، وهو ما نراه ونشاهده كل يوم، لا يكاد يمر يوم إلا ونشاهد ونرى مثل هذه الأحداث. يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى ويخوفنا بالآيات تلو الآيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. رابع زلزال يضرب منطقة الخليج في أقل من 24 ساعة. قال مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس إن زلزالا بقوة 4.7 من 10 درجة على مقياس ريختر وقع في الخليج في تمام الساعة 4 صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي. وأوضح المركز بحسب وسائل الإعلام المحلية أن الزلزال يبعد عن سواحل ولاية خصب بنحو 197 كيلو مترا وعلى عمق 10 كيلو مترات. يعد هذا الزلزال هو الرابع، حيث سبقه 3 زلازل في نفس هذا اليوم. زلزال آخر بقوة 5.1 من 10 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال الفلبين، حيث أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 5.1 من 10 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة إيلو كوس سوز بشمال الفلبين والمناطق المجاورة لها الخميس. وأوضح المعهد حضرت الشبكة الفلبينية أن مركز الزلزال يقع على بعد 63 كيلومترا شمال غرب مدينة كاندون وعلى عمق 14 كيلومترا، فيما رجح المعهد عدم وقوع أضرار جراء الزلزال، ولكنه نصح المواطنين بتوقع حدوث توابع زلزالية. زلزال آخر بقوة 3.5 من 10 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي تركيا، حيث ضرب زلزال بقوة 3.5 من 10 درجة على مقياس ريختر الخميس ولاية وان شرقي تركيا. وأوضح البيان أن الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات، ولم تذكر الجهات الرسمية حتى اللحظة ما إذا كان الزلزال قد تسبب بخسائر بشرية أو مادية. زلازل كثيرة وأحداث وهرج ومرج كلها من علامات الساعة، فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولنخف منه ولنتقه. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.